راح جمال عبد الناصر وطلب من الاتحاد المصري لكرة القدم انه يساعدوه في انه مصر تفرض نفوذها في افريقيا عن طريق كرة القدم، فكانت النتيجة هو تأسيس بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، والوفد رجع بيقول لجمال عبد الناصر إن هم نجحوا في تنظيم البطولة وأول بطولة هتتعمل في مصر. وثار عبد الناصر وغضب غضبا شديدا من أعضاء الوفد المصري وقال لهم أنا ما عملتش البطولة علشان مصر هي اللي تنظمها، البطولة تتلعب في السودان في الخرطوم مش في القاهرة. وأقيمت أول بطولة أمم أفريقيا في الخرطوم بأمر من جمال عبد الناصر.